قناة سكولي هتقدم النهاردة كيكة الجزر الخطيرة، أحلى من كل الكافيهات للأعياد وللمناسبات. يلا شوفوا الخطوات بتاعتها ازاي واستمتعوا بأحلى طعم ممكن تدوقوه. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد، لايك وشير الفيديوهات علشان يفيد عدد كبير من الناس. 200 جرام من الزبدة حوالي كوباية، 400 جرام من الجبنة الكريمي أي نوع بتفضليه، هنخلطهم مع بعض كويس. هنحط الفانيليا، هنضيف السكر البودر، هنضيف الكريم شانتي، هنحفظه في التلاجة. 1.5 كوباية من الجزر المبشور، هننخل الدقيق، هنضيف عليه رشة ملح، بيكنج باودر، بيكربونات الصودا، قرفة، هنحط السكر مع 4 بيضات، رشة فانيليا، وهنبتدي نعجن. هنضيف الزيت، هنضيف خليط الدقيق على دفعات، هنضيف 1/2 كوباية من اللبن علشان العجينة تكون لينة. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. في المرحلة دي ممكن نحط مكسرات مفرومة، اي نوع من المكسرات اللي احنا بنفضله. هنضيف الجزر، هنقلب بخفة وبسرعة بطيئة بس عشان نمزج الجزر. في صينيتين نفس الحجم ونفس المقاس هنقسم الكميات. في فرن ساخن مسبقاً على 180 درجة لمدة 30 إلى 40 دقيقة. أما تطلع من الفرن هنغطيها علشان تفضل محتفظة بالطراوة بتاعتها، وهنسيبها لحد ما تبرد خالص قبل ما نبتدي نشتغل فيها. استمتعوا بقى بأحلى طعم كيكة جزر ممكن تدوقوه في حياتكم، وألف هنا.